سبعة أنواع من الحب، ولكن واحد فقط سيستمر إلى الأبد. ما الحب؟ حاول الفلاسفة والشعراء والعلماء الإجابة على هذا السؤال لعدة قرون. في الثمانينيات طور عالم النفس الأمريكي روبرت ستيرنبرغ نظرية مثلث الحب لتقديم إجابة، وتوضح نظريته أن الحب هو تفاعل بين ثلاثة أشياء: الألفة العاطفية والشغف والالتزام. وينبغي أن تستمع بكل تأكيد إلى ستيرنبرغ، لأنه أحد أكثر علماء النفس الذين يستشهد بهم في القرن العشرين وفقاً للمجلة العلمية مراجعة علم النفس العام. من هذا النموذج استنبط ستيرنبرغ في وقت لاحق الفروقات بين أنواع الحب السبعة، ليشرح بدقة المشاعر المجنونة التي نشعر بها تجاه شريكنا. تابع لتعرف ما إذا كنت قد مررت بأي منها، وإذا كنت قد وصلت إلى رقم واحد. ولكن قبل أن تختبر نفسك، لا تنسى النقر على زر الاشتراك وتشغيل الإشعارات لتكون من أوائل المطلعين على فيديوهاتنا. 7. الولاء. هذا هو المكان الذي يبدأ فيه الحب الرومانسي في العادة، وهو تلك المرحلة الفوضوية من المشاعر الجنونية والشغف المشتعل التي تجعلك تشعر وكأنك ملكت العالم. هل مررت بذلك؟ مع هذا النوع من الحب لا يعرف الشخصان الكثير من التفاصيل الحميمية عن بعضهما البعض، ومع ذلك يشعران بانجذاب متبادل قوي. لا يمكن للشريكين إخبارك عن أسرار بعض أو رغباتهما أو أهدافهما الأكثر أهمية في الحياة، ولكن بإمكانهما إخبارك عما يجدانه رومانسيا وجذابا ومرغوبا جنسيا. لا توجد فكرة للالتزام هنا، بل يدور الأمر كله حول المتعة والشغف. قد يتحول هذا النوع من الحب إلى شيء أكبر مع مرور الوقت إذا أضيفت الألفة العاطفية والالتزام إلى الخليط، ولكن لا يحدث هذا دائما. لا يتجاوز العديد من الأزواج هذا النوع من الحب، ويفضلون الانتقال من علاقة وله إلى أخرى. 6. الإعجاب. في هذا النوع من العلاقات يمكنك دائما أن تكون نفسك، ليس عليك التظاهر أو إخفاء أي شيء. هنا يتحد الناس من خلال الاهتمامات المشتركة ووجهات النظر حول الحياة والشعور بأنه يتم فهمك. يعرف الشريك ما يعتبره شريكه هوايته المفضلة وكيف تبدو دائرة أصدقائه المقربين وأحلامه. يمكنه تذكر تفاصيل تافهة من معرفة أن شريكه تناول المعكرونة للغداء إلى معرفة أن أعظم هدف لشريكه في الحياة هو مساعدة الآخرين. هذان الزوجان قويان للغاية في منطقة الألفة العاطفية، مما يؤدي إلى الشعور بالثقة والولاء والصداقة والترابط بينهما. لا يتطور هذا النوع من الحب بالضرورة إلى الحب الرومانسي. من المرجح أن ينتج عن الإعجاب دون الشغف والالتزام صداقة وثيقة ومرضية للغاية بدلا من الحب الكامل، ولكن يمكن للشركاء بدء علاقة كأصدقاء حميمين واكتشاف أن مشاعر الشغف تتطور في وقت لاحق. 5. الحب الفارغ. الأزواج الذين يمرون بهذا النوع من الحب ملتزمون للغاية ببعض. تشير كلمة فارغ إلى انعدام وجود الألفة العاطفية والشغف. يظهر هذا النوع من العلاقات أحياناً بعد حب كبير ومكثف تلاشى بمرور الوقت. وفي حالات أخرى مثل الزيجات المدبرة، قد يكون الحب الفارغ نقطة انطلاق تتطور فيما بعد إلى حب رومانسي كامل مع شغف وألفة. في كلتا الحالتين يمكن جلب الألفة والشغف. إذا كان هذا النوع هو الحب الذي تمر به، لا تقلق بشأنه كثيراً. هذا نوع من الحب يعني أن الشريكين يظهران حبهما لبعضهما من خلال الالتزام. العلاقة قوية بشكل خاص من ناحية الإخلاص والاستقرار. 4. الحب الساذج. يشمل هذا النوع من الحب الالتزام والشغف، وهو مألوف للكثير من الأزواج، ويتواجد عندما ينجذب شخصان إلى بعض كثيراً ويكونان مستعدان لأخذ الخطوات التالية للزواج وتقاسم المسؤوليات. كما يشعران بشغف شديد تجاه بعض لدرجة أنهما مستعدان للقيام بالتزامات معينة، ولكن الألفة العاطفية هي خارج الصورة هنا. بالنسبة لمن ينظر من خارج العلاقة، يبدوان رائعين مع بعض ولا يمكن للآخرين تخيل أي شيء يفصل بينهما. قد ترى زوجين يبدوان شغوفين للغاية وملتزمين لبعض لدرجة أنه من المحرج قليلا أن تكون حولهما. على الرغم من أنهم يشعران بالشغف وقد يعيشان حتى معا، لكنهما قد لا يران بعض كأصدقاء، وربما لا يربطان الصداقة بالزواج. من ناحية الشغف سيلجأان إلى بعض للرومانسية والجنس والمرح والمغامرة، ومن ناحية الالتزام
سيلجأ كل منهما للآخر أيضاً ليكون قوة مستقرة في الحياة. عندما يتعلق الأمر بشيء يؤذيهما بشدة أو شيء يشعرهما بالحرج أو الضعف، قد يبتعدان عن بعض ويبحثان عن الألفة العاطفية من الأصدقاء والعائلة. مثل هذين الزوجين قد يعيشان معاً لفترة طويلة، ولكن تعتمد سعادتهما على حقيقة أن الشركاء لا يحتاجون إلى ألفة عاطفية من بعض. 3. الحب الرومانسي. هذا النوع من الحب هو مزيج من الشغف والألفة العاطفية. تعرض العديد من الأفلام الرومانسية الأزواج الذين يمرون بهذا النوع الرومانسي من الحب، حيث تظهر هذه الأفلام كيف يستغرق الأمر سنيناً ليعثر شخصان على بعض، ثم يمران بسلسلة من المشاكل قبل العودة إلى بعض في النهاية. إذا لم تعرض الأفلام ما يحدث بعد عودتهما لبعض أو تجنبت مشهد الزفاف في النهاية، فإن ذلك يمثل نوع الحب الرومانسي. ينجذب هؤلاء الأزواج بعمق إلى بعض ويتشاركون تجارب حميمة مع بعض، ولكنهم ليسوا مستعدين لتقديم التزامات جدية. هم ينظرون لبعض كأصدقاء ويشعرون بارتباطهم ببعض، ولكن لا يكفي هذا دائما لجعلهم يرغبون في الالتزام، وبعض العلاقات من هذا النوع لا تصل إلى مستوى التعايش أو الزواج. قد يرغب شريك واحد في الالتزام دون الآخر، كما يمكن لهما العيش معا بسعادة دون عمل التزامات قانونية أو روحية لبعض. 2. حب الرفقة. يمكن رؤية هذا النوع من الحب بين الأزواج الذين يعيشون معا والملتزمون للغاية لبعض والذين يتعاملون كأصدقاء. حب الرفقة مبني على الالتزام والألفة العاطفية. مثل هذه العلاقات أقوى بكثير من الصداقة العادية، وهناك ارتباط حقيقي بين الشريكين، ومع ذلك فإنه أشبه باتفاق عفيف، لأن هذا النوع من الحب يفتقر إلى الشغف. لذلك فإنه لا ينطوي في العادة على الرومانسية والتقبيل والجنس. يحب هؤلاء الأزواج قضاء وقتهم معاً، قد يحبون نفس الهوايات، وقد يكونون في نفس المكان يقومون بأشياء منفصلة. ولكن بما أن الشغف غير موجود، فلا تتوقع أن ترى أحدهما يحضر زهوراً للآخر. قد يظهر حب الرفقة بعد سنوات عديدة من الزواج، أو قد يكون هو الاتفاق من البداية. يمكن رؤية هذا النوع من الحب أيضاً في العلاقات بين أفراد العائلة والعلاقات الأفلاطونية مع الأصدقاء. 1. الحب المتحقق. يسمى الحب المتحقق أيضاً الحب الكامل في نموذج ستيرنبرغ، وهو يدمج العناصر الثلاثة لنظريته معاً: الشغف بالإضافة إلى الألفة العاطفية بالإضافة إلى الالتزام. ويخلق هذا رؤية للنوع المثالي من الحب. قد يستمر الأزواج الذين يندرجون تحت هذا النوع في الحفاظ على الحميمية الجنسية لبقية حياتهم، والتحدث طويلاً في الليل عن كيف كان يومهم والأشياء الأكثر أهمية لهم. يظلون مخلصين لبعض عاماً بعد عام. نادراً ما ترى هذا النوع من العلاقة، وإذا نجح الأشخاص في بنائها فهذا سبب للإعجاب. في هذا النوع من الحب لا تكون مستويات الشغف والألفة العاطفية والالتزام متوازنة بمثالية، ولكن من المهم ملاحظة أنها موجودة جميعاً. إذا عاش الزوجان مع حب متحقق ولكن أحد العناصر مثل الشغف يبدأ في التلاشي، قد ينتقلان إلى حب الرفقة. إذا كنت ترغب في الوصول إلى الحب المتحقق أو استعادته ولم تتمكن من ذلك بعد، اعلم فقط أن هذه العمليات تستغرق وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً، وبمجرد الوصول إليها سيتطلب الحفاظ على الحب المتحقق الكثير من العمل الشاق. للبقاء في هذا المستوى يجب على الأزواج الاستمرار في العمل على علاقتهم عاماً بعد عام. إذا وجدت نفسك بين نوعين من الحب، تذكر أن هذه التصنيفات ليست بيضاء وسوداء. يدخل بعض الأزواج في فئات ويخرجون منها ويتطورون للوصول إلى الحب المتحقق. قد يكون آخرون سعداء للغاية بالعيش كرفقة أو شركاء رومانسيين. قد يكون الوصول إلى نوع معين من الحب مهماً للغاية لبعض الأزواج، فيما قد يفضل الآخرون اتباع نهج أكثر استرخاءً. يتعلق الأمر كله بالتفضيل الشخصي. شارك هذا الفيديو مع الشخص الذي يجعل قلبك يخفق أسرع. أخبرنا ما إذا كنت قد مررت بأي من أنواع الحب هذا. هل تتطلع إلى الوصول إلى نوع معين؟ أو هل تحب المكان الذي تتواجد فيه الآن؟ أخبرنا في قسم التعليقات، ولا تنسى النقر على الاشتراك لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.